مشاهدي متابعي قناه شو تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. كيف كتشوفوا حادثه سير خطيره في هذا الاثناء بين دراجه وسياره بين سياره ودراجه ناريه. الشخص اللي كان على متن الدراجه الناريه مصاب وسقط على الارض، وكيف كتشوفوا رجال الامن كيحاولوا انهم يامنوا المكان باش ما يقيسوش شي حد اخر او تقيسوا شي سياره. الشخص راه طايح على الارض مصاب، ربما حتى انه فاقد للوعي. رجال الامن كيحيطوا به في هذه الاثناء كيف كتشوفوا، في انتظار وصول سياره ديال الاسعاف من اجل نقله الى المستشفى. هذه الحادثه اللي وقع في هذه الاثناء بمنطقة المعارف، بالضبط بالقرب من احد اشهر الفنادق في مدينه الدار البيضاء. كتشوفوا الكل هنا كينتظر لحظة وصول سيارة ديال الإسعاف. نتمنوا بأن الإصابة ديالو ما تكونش إصابة خطيرة. أنتم كتشوفوا الدراجة ديالو على يسار الصورة، وشخص هو ساقط على الأرض في انتظار وصول سيارة الإسعاف اللي غادي تنقلو المستشفى. نتمنوا الإصابة ديالو ما تكونش إصابة خطيرة، نتمنوا له الشفاء العاجل بإذن الله. مرة أخرى الله يجازيكم بخير، سيروا بشوية، احترموا علامات التشويق، احترموا علامات الإشارات الضوئية باش ما نطيحوش في حوادث سير. منين كتكون الحادثة ديال السير مادية ما كيكونش مشكل، لأن كاين التأمين وكاين التعويض، ولكن منين كتكون الحادثة ديال السير فيها خسائر بشرية بحال هذه أو إصابات بشرية، هذا هو المشكل. إذا مزيدا من الحذر، مزيدا من التأني، اليوم السبت العدد ديال الأشخاص اللي كيكونوا كيسوقوا في حالة غير طبيعية، نتوخاو الحذر، ما نجريوش، احترموا الاشارات الضوئيه، واخا تشوف الضوء الخضر وقف وتيقن بان اللي جاي في الاتجاه المعاكس او على اليمين او اليسار راه محترم الاشاره ديال الضوء الاحمر. راه بعض المرات ما كتبانش له، ولا ما كيشوفها وما كيديهاش فيها وما كيحترمهاش. اذا نغدوا البال باش ما نطيحوش في حوادث ديال السير مثل هذه اللي كتشوف. إذا في انتظار وصول سيارة الإسعاف غادي نأتيو على هذا المباشر، على نهاية هذا المباشر. حقيقة نتمناو ما تكونش إصابة خطيرة، لأن كيبان بأن الشخص ما كيتحركش. نتمناو الإصابة ما تكونش إصابة خطيرة، نتمناو الشفاء بإذن الله. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، نلتقي في مباشر اخر، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.